اهلا وسهلا، حياكم الله. احنا الان في ملتقى مغردون سعوديون اثنين، اتكلم بسرعه لانه الوضع زحمه هنا ومستعجلين وفي بريك وقروشه. خلونا نمشي يلا. اهلا وسهلا، معنا عبد الله الطياش خبير في التضوع. حياك الله عبد الله. اهلا وسهلا، الله يحييك. حالك؟ الله يسلمك يا رب. حاب اسالك، بما انه خلصنا الان الجلسه الاولى وعند البريك الاول، وش رايك في الجلسه الاولى وش توقعك الباقي الملتقى؟ طيب، اول شيء انا والله جدا سعيد بتواجدي في هذا الملتقى، هذا المغردين السعوديون في نسخة الثانيه. دائما ما شاء الله مسك تواعدنا كذا باشياء جميله، وهالسنه هذه برضو يعني حققت اروع الامثله في ناحيه اقامه الملتقيات. بالنسبه للجلسه الاولى تحدثنا عن موضوع التوعيه وتوعيه الناس في شتى المجالات، عن موضوع التوعية في تويتر، أتكلم عن التوعية الصحية، عن التوعية التثقيفية وإلى آخره. قدموا الأخوان هناك نصائح وذكروا سلبيات وإيجابيات التثقيف في تويتر. أنا أنصح بس أخواني المشاهدين أنه أي أحد عنده معلومة لابد أن يتأكد من صحتها ومصدرها بحيث أنه يقدمها كتغريدة في تويتر. أكيد، رائع، الله يعطيك العافية. طيب، نقطة ثانية بتكلم معك، أنت بما أنك خبير في التطوع، وش يخدمك هالملتقى في التطوع؟ جميل، أن بداياتنا في عمل تطوعي، أول ما بدأنا في 2010 سيول الرياض لو تتذكر، أطلقنا حملة باسم جسد واحد، أنه مجموعة من الشباب عن طريق الفيسبوك. تفاجأنا بعدد المسجلين أكثر من 500 شاب. رحنا مديرية الدفاع المدني وأخذنا كبي منطقة أحوال وسلمناهم ملابس الدفاع المدني، وضربوا أروع الأمثلة من ناحية إنقاذ حقين الكوارث في السيول في شرق الرياض. فحقيقة نشوف الإعلام الجديد له دور فعال في العمل التطوعي وأيضا في استقطاب الشباب المتطوع. رائع، الله يعطيك العافية يا أستاذ عبد الله، خبير في التطوع، يعطيك العافية. نبدأ بشيء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، معنا الأستاذ عاصم الغامدي مراسل قناة الجزيرة في المملكة العربية السعودية. حياك الله أستاذ عاصم. أهلا وسهلا، يعطيك العافية باسل، وشاكر لك هذا اللقاء. حياك الله. بالنسبة للمهرجان أو معلش الملتقى بشكل عام، كيف شفته؟ كيف رأيته وفائدته لك من ناحية كإعلامي؟ فوائد كثيرة جدا، وربما لا يتسع المجال لتحدث عن فوائد هذا الملتقى، إلا أنه من أجمل الفوائد هي مقابلة الشخصيات الإلكترونية التي دائما نتداول معها إلكترونيا عبر الرسائل الخاصة وعبر المنشن، مقابلتها بشكل حقيقي وبشكل واقعي. مثلا دائما نشوفك، نشوف تغريداتك، نشوفك على التلفزيون، لكن أنك تجلس مع الشخص وتتحاور معه، بالعكس أنا أرى أنها تذيب الكثير من الحواجز، وفي نفس الوقت ما في أجمل من التواصل المباشر في توضيح الآراء. في كثير من الناس ربما تختلف معهم في تويتر لرأي أو يعني رأي آخر، ربما يتبنى رأي لا يروق لك، لكن عندما تلتقي هذا الشخص يكون هناك فرق واضح بين المسائل الشخصية ومسائل الرأي، ربما لا تتاح الفرصة في تويتر لشرحه. جلستك هي آخر جلسة، الجلسة الرابعة هي عن المشاريع الناجحة في تويتر، وش مترقبها الجلسة وش تتوقع لها؟ أنا عن نفسي بالنسبة لي أتوقع لها نجاح كبير، لأنه الموضوع هذا جدا رائع. بالفعل كما ذكرت، أبدأ من حيث انتهيت. الجلسة الجميل فيها أنه موضوع جديد ليس فقط على الساحة السعودية بل على ساحات التواصل الاجتماعي. جرت العادة أن الناس يتعاملوا مع تويتر كبيئة سياسية ربما أو كبيئة تواصل اجتماعي فقط للسؤال عن الحال. الآن الشباب السعودي نجح بصورة حقيقية في خلق مشاريع ناجحة مدرة للمال أو حتى توعوية عن طريق تويتر. هذا الأمر هو الذي نسعى بإذن الله لتناوله في الجلسة، كيف نجح الشباب السعودي في جعل هذه البيئة بيئة تجارية وبيئة في نفس الوقت توعوية، بعيدا ربما عن ما جرت العادة من أمور اجتماعية وسياسية. رائع أستاذ عاصم، الله يعطيك العافية، شكرا لك. الله يسعدك، نورتنا في التغيير. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، معنا الأستاذ محمد النحية الإعلام المعروف. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أسألك في البداية، وش رأيك في الملتقى مغردون السعوديون اثنين بشكل عام؟ أنا على طاري المغردون السعوديين، أنا قبل شوي غردت، قلت إن الملتقى هذا تقدم بكثير عن الملتقى العام الماضي من ناحية حضور. صراحة الحضور أعتقد أنه دبل أضعاف من المرة اللي راحت. غير كذا الجلسات المتحدثين صار في شيء جدا جميل، يعني بصراحة انبسطنا واستانسنا، واليوم صراحة الجلسة الأولى، احنا تونا بفضل الجلسة الأولى. صح. طبعا وكانت الجلسة الأولى يديرها أخونا علي العلياني، وكانت جلسة جميلة فيها من الفوائد الكثير اللي استفادوا منها الناس، وبعد ما طلعوا الناس كانت كان الكلام عنها جدا طيب، وأن الناس أخذوا منها شيء جدا جميل. صح. بشكل عام من أروع ما يكون، ونتمنى أنه يكون من طمعنا فيه، ودنا يكون فيه مرتين مو مرة واحدة. يا ليت والله، يا ليت أسبوعية تكون، والله شيء رائع. خبر أنت الآن بشكل عام يعني. صح. الآن الإعلام الجديد مغطي على كل شيء وما أخذ عقول الناس كلها،
فأتوقع ملتقى واحد ترى ما يضيف لنا شيء، يعني تخبر السعودية أعداد كثيرة يعني. صحيح. لما يكون مثلا كل ثلاثة شهور ملتقى في مدينة ثانية عشان ما حد يتعب من جاية مثلا جدة، الرياض، الشرقية، أهل الجنوب، أهل الشمال بشكل عام يعني. ودنا انه يتوزع ونتمنى هذا الشيء. يا ليت يا ليت. انت كاعلامي وايضا متواصل في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كيف كان او كيف اثر عليك هذا الملتقى وكيف فادك؟ والله انا اول شيء اكثر شيء استفدته طبعا العلاقات، في ناس انا اشوفهم بتويتر ما عمري قابلتهم. اها صح قابلتهم. طيب. وهذا اعتبره من اهم الاشياء طبعا، غير الجلسات اللي انا راح استفيد منها. اكيد راح استفيد في اشياء انا يمكن كنت اجهلها، ورغم اني موجود في تويتر وعندي متابعين لكن في اشياء انا ما اعرفها، لو استخدمها قد ازيد متابعيني، يمكن استخدم تويتر بشكل صحيح، اعدل في بعض الاخطاء اللي عندي. هذه اعتقد اكثر فائده استفدتها، العلاقات العامه والفوائد من الجلسات. استاذ محمد الحيتي يعطيك العافيه. موفقين. اهلا وسهلا. اهلا والله. نكمل.